بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. المصلوب والصليب، مين هو المصلوب ده وعمل لنا إيه وإيه هو مفهوم الصليب؟ سؤال مهم جدا لكل إنسان سواء كبير أو صغير إنه يفكر فيه كويس، لأنه هو ده احتياجنا. إحنا مش جايين مجرد إن إحنا نعمل ذكرى أو احتفال أو موسم، لكن إحنا جايين عشان نقترب من المصلوب ومن الصليب. والحقيقة إن الله علشان يفهمنا ده حتى منذ العهد القديم الله تكلم وأعلن بنبوات وبأمثال وبإشارات كتيرة عن مين هو المصلوب ده وحيعمل إيه وإيه هو مفهوم الصليب. من ضمن النبوات الجميلة اللي تفهمنا هذا الموقف نبوة قالها يعقوب أبو الآباء قبل ما يموت على طول. جمع ال 12 ابن من ولاده وابتدى يتنبأ ويقول لكل ابن من ولاده نبوة. وجه عند واحد من ولاده اسمه يهوذا. يهوذا ده اللي جه من نسله المسيح، وقال له النبوة اللي حنقراها دي دلوقتي. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. لا يذول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. تعالوا نبص للنبوة دي تاني ونشوف هو كان يعقوب شايف ايه. بيكلم يهوذا كده وبيقول يهوذا اياك يحمد اخواتك. يحمد يعني يشكرك اخواتك. يهوذا ما عملش حاجة خالص لاخواته، لكن اللي جه من نسل يهوذا هو اللي عمل حاجة لاخواته. سيد المسيح له المجد هو اللي جه من نسل يهوذا ورابط بالجحش وبالجفن أتانه، الحمار بتاعه زي ما شفناه في يوم حد الزعف، وهو صار بكرا بين إخوة كثيرين. المسيح ده أخونا الكبير، أخونا البكر، عشان كده هيعمل لنا حاجات ينبغي لينا إن احنا نشكره نحمده. ايه أول حاجة عملها لنا أخونا الكبير ده رب المجد يسوع؟ يقول يدك على قفا أعدائك. المسيح ده جاب العدو من أفاه، مسك العدو من أفاه. ومين هو العدو بتاعنا اللي المسيح جابه من أفاه؟ ثلاث حاجات: الشر، الخطية اللي احنا بنعملها، وتاني حاجة الموت اللي جه نتيجة الشر والخطية اللي عايشينهم، وتالت حاجة الشيطان. المسيح جاب الثلاث حاجات دول من أفاهم. لما واحد يمسك من أفا يعني أنا غلبتك، أنا مسكتك.
المسيح عمل كده في الخطية اللي زلتنا جابها من أفاها. دان الخطية بالجسد على الصليب. المسيح فضح الخطية ولغى سلطان الخطية ولغى نتائج الخطية بغفرانه اللي قدمه لنا على الصليب. وعلى الصليب أيضا المسيح جاب الموت وانتصر عليه. بالموت داس الموت. الموت ده اللي كلنا بنخاف منه وبنترعب منه. المسيح جاب الموت ده من أفاه. وتالت واحد الشيطان اللي أشهره فضحه جهارا ظافرا به في الصليب. عشان كده المسيح ده هو اللي غلب الأعداء بتاعتنا. عشان كده نقدر ان احنا نحمده فعلا. واللي هيجي النهاردة من غير ما يحمد المسيح ويشكره، الإنسان ده لسه ما شافش وما عرفش وما تمتعش بعمل المسيح. يسجد لك بنو أبيك. إخوات يهوذا ما سجدوش لي فعليا، لكن إحنا كلنا نسجد لرب المجد المسيح ونسجد قدام صليبه المحي. يهوذا جرو أسد. جرو أسد يعني أسد صغير، ما هوش عجوز. عشان كده المسيح أيضا لما صلب صلب في شبابه. جرو أسد. من فريسة صعدت يا ابني. والمسيح افترس الفريسة بتاعته. فريسة بتاعته اللي هم الأعداء بتوعنا، الخطية والموت والشيطان، افترسهم في الصليب. جسى وربض كلبوة من ينهضه. جثى، تلاقوها في الترجمة الإنجليش stretched out. stretched out يعني اتمطع. لما تلاحظوا الأسد قبل ما يقعد ويرقد على الأرض يمد ايديه الاتنين اللي قدامه ويرجع رجليه الاتنين اللي ورا لورا فيتمدد يتمطع، وبعد كده يرقد ومحدش يقدر يقول له قوم من مكانك. المسيح ده اللي عمله على الصليب. فرد نفسه على الصليب، اتمطع على الصليب، مد ايديه ورجليه وفرد نفسه ورقد وركض على الصليب ومحدش يقدر يقومه. محدش يقدر يقومه من على الصليب. محدش يقدر يقول له ده مش مكانك. محدش يقدر ينكر الصليب، لأن الصليب مكان المسيح ده سيظل علامة مهما كانت المقاومة. محدش يقدر ينهضه من هذا المكان إطلاقا. محدش يقدر يقول للأسد قوم اتزاح. فالمسيح اتمطع على الصليب. والواحد لما بيتمطع وينام ده الراحة بتاعته عشان يستريح. إذا كنا بننظر للصليب إن الصليب ده ألم وتعب وشقاء وعار وفضيحة، لكن في واقع الأمر الصليب ده كان مكان راحة المسيح، المكان اللي المسيح ارتاح عليه. وآخر كلمة قالها عليه قد أكمل. بالضبط لما أكمل الله عمله في الخليقة كلها وجي في اليوم السابع اللي استراح قال قد أكمل، أكمل كل عمله. فالصليب هو مكان راحة المسيح. لا يذول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. ما
من بين رجليه يعني من نسله. والقضيب ده رمز الحكم أو الإرادة أو السلطان. وانتوا عارفين ان مملكة يهوذا شعب الله كان الملك بتاعهم من سبط يهوذا باستمرار. من أول ما داود ملك، داود أيضا من سبط يهوذا، وسليمان وهكذا. وكان من أولاد داود بيجلسوا على كرسي الملك وفي ايديهم القضيب بتاع الملك. وبعدين يعقوب كده ربنا كشف له بعين النبوة امتى المسيح ده يجي، والمسيح ده هيجي ايه؟ قال لما يزول قضيب من يهوذا، يعني لما يهوذا ما يملكش نفسه. ومشترع يعني واضع شريعة، ما هو الوالي أو الحاكم هو اللي بيحط القانون وهو اللي بيحط الشريعة. حتى يأتي شيلون. كلمة شيلون معناها بالعبرية مانح الراحة. قال كده لما يبقى مفيش ملك من يهوذا ومفيش والي من يهوذا، يجي شيلون مانح الراحة اللي يريح الخليقة كلها والبشرية كلها. وده تم حرفيا لما ما بقاش في ملك على يهوذا بعد السبي، لكن كان في والي زي زروبابل وزي نحمية. الوالي كان بيحط الشريعة، وفضل الزمن ده محجوز لحد ما بقاش لا ملك ولا والي من يهوذا يملك على يهوذا. لكن المسيح جاء في زمن هيرودس الملك. هيرودس ده أدومي مش من شعب الله. قال لما يبطل يهوذا يحكم نفسه بنفسه هيجي مانح الراحة. فجه المسيح في هذا الزمن لما راح الملك والاشتراع من يهوذا. وكأن ربنا عايز يقول لنا كده، أنا مش هرتاح وإنت مش هترتاح إلا لما تكف عن إنك تحكم نفسك بنفسك وتمشي اللي في دماغك وتحط لنفسك شريعة أو آراء أو قوانين أو مزاج أو حاجة خاصة. لا يمكن هترتاح، مش هتتمتع بالراحة إلا من مانح الراحة، لما تكف عن ذاتك وتمشي ورا دماغك، ورا اللي انت شايفه، ورا اللي انت بتقوله. مانح الراحة ده هو في الصليب. مانح الراحة ده يسوع المصلوب، هو اللي يقدر يريحنا، وهو اللي ريحنا فعلا في صليبه. وله يكون خضوع شعوب. المسيح ده هو شيلون اللي كل الشعوب خضعت لي. رابضا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. لما دخل يملك على أورشليم في أحد الشعانين، والكرمة والجفنة دول إشارة إلى كنيسته، سواء كنيسة العهد القديم أو كنيسة العهد الجديد. غسل بالخمر لباسه. خمر ده لون الدم. ثيابه كلها تلطخت بالدم بتاعه. بس احنا لما الواحد فينا يتعور ويخر دم ويجي الدم عليه يقول لك هدومي توسخت. بس دم المسيح ما بيوسخش. دم المسيح بيعمل ايه؟ بيغسل، بينظف. ده اللي خرج لنا من جنبه المطعون علشان ينظفنا، واحنا بقينا جسده. غسل بالخمر ثوبه، مسود العينين وبدم العنب. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. العنب ملوش دم،
لكن يقصد به في إشارة إلى العهد الجديد إن عصير العنب ده يخرج منه دم المسيح. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. العينين السودة دي العينين القوية الفاحصة اللي لسه شباب، اللي لسه ما جاش عليها مية بيضة، ما بقاش الإنسان يشوف كويس. ومبيض الأسنان قوة ونضارة الحياة. وفي نبوة أخرى هنسمعها حاليا دلوقتي بلحن كبير جدا بنقوله في صلاة الساعة 12 اللي هي قمة يوم الجمعة العظيمة، لحن بيك ثرونوس أو كرسيك يا الله أو عرشك يا الله إلى ظهر الدهور. قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، المر والميعة والسليخة هي ثيابك. في لحن طويل وجميل الكنيسة بترنم بيه المسيح المتوج على الصليب، وتبص للصليب كده وبتقول على الصليب ده هو عرشك يا الله. الصليب اللي كان رمز للعار والألم صار عرشا لله، كرسي الله. والعرش والكرسي ده اللي الملك بيستريح عليه وبيحكم من خلاله. الصليب ده هو كرسي الله، عرش الله. مزمور ده مزمور 45، مزمور مسياني بيتكلم عن المسيح. فداود كده شاف بعين النبوة إن ربنا ليه كرسي، ليه عرش، والعرش ده إلى ظهر الدهور لا ينتهي. عشان كده الصليب بتاعنا ده لا يمكن إنه ينتهي، لأنه عرش الله الأبدي. قضيب الاستقامة كل ملك يدوله قضيب أو يدوله صولجان. العصا اللي في إيد الملك دي تعني عدة أشياء. أول حاجة إن لي سلطان، تاني حاجة تعني إنه يرعى رعيته بهذا القضيب، تالت حاجة إنه من حقه إنه يؤدب بهذه العصا. والصليب ده هو قضيب ملك الله، هو صولجان الله. عشان كده قال له قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. وبعدين يقول ثلاث حاجات، المر والميعة والسليخة من ثيابك. ياريت والمزمور ده بيتقال مش ان احنا ننام او ننعس او نتكلم مع بعض او ننشغل بأي حاجة، او دول طولوا ولا دول بيقولوا حلو ولا بيقولوا وحش، لكن نفهم ايه معنى الكلام ده. ثلاث حاجات بقوم ثياب المسيح، المر والميعة والسليخة. المر ده نبات عطري يتميز بعدة حاجات. أولا طعمه لاذع جدا، مر جدا، لكن ريحته جميلة ورائعة للغاية. والمر ده اللي تقدم للمسيح لما تولد، والمر ده اللي جابه يوسف ونيقوديموس عشان يكفنوا المسيح. المر، شجرة المر دي لوحديها كده تقطر العصير بتاعها، العصير بتاعها كده ينز من الشجرة، تنزل قطرة قطرة. ولو اتجرحت الشجرة دي تنزل عصير كتير
برائحة رائعة. المسيح حصل له كده، كل ضربة وكل ألم وكل جرح في المسيح كانت تقطر صحيح مرارة وألم هو بيحس بيها، لكن تفوح برائحة الحب العجيبة لكل واحد فينا. والعود ده أيضا نبات عطري بيسموه الألوس، ويتميز بحاجة غريبة برضك، هو طعمه مر لكن ليه رائحة رائعة. لكن لو اللحاق بتاع هذه الشجرة جرح، لو اتقشطت الشجرة كلها تموت، وده اللي حصل للمسيح لما جرح على الصليب، أسلم الروح. والسليخة دي اللي هي القرفة، سميها كاسيا باللغة العبرية أو اليونانية، والقرفة دي برضك عبارة عن نبات عطري، شجرة يقشروا القشرة بتاعتها، والقشرة بتاعتها دي لما واحد يجي يأكل القرفة كده برضك طعمها مر، لكن ليها رائحة جميلة. فداود كأنه شايف المسيح، قال له هدومك كل ثيابك مر وميعة وسليخة. خدوا بالكم، مش المسيح هيترش عليه، لا، او يحط عليه يعني مسحة او عطر. قال له كل ثيابك، يعني هدومك كلها، والثياب دي هي اللي بتلف الإنسان، هتبقى ثلاث حاجات: مر وميعة وسريخة. الميعة دي اللي هي العود، نبات العود. الهدوم بتاعت المسيح، المسيح اتلف في الكفن بتاعه ده هو. طب عايز تقول ايه يا داود؟ كان المر والميعة والسليخة دول يصنع منهم زيت المسحة المقدسة. ربنا قال لموسى، قل للهارون يعمل زيت مقدس، والزيت المقدس ده محدش يقدر يعمل التركيبة بتاعته غير رئيس الكهنة، وما يتحطش غير على خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع دي مكان حضور الله مع الناس، والأدوات اللي في خيمة الاجتماع، ويتحط على الملك والكاهن فقط. يعني محدش يقدر يعمله في بيته، محدش يقدر يصنعه كده ويقول لك ده عاجبني أنا أعمله. ده لا يوضع إلا على المقدسات. طب انت عايز تقول ايه يا داود؟ شايف ايه يا داود؟ قال هو ده الميرون اللي احنا خدنا منه من الحنوط اللي كانت على جسد المسيح، وبقى كل انسان يقدس بزيت الميرون. وسلم هذا السر داود لابنه سليمان. سليمان في سفر نشيد الأنشاد يلمح لنا برضك نبوة رائعة، لما يجي يتكلم عن العروسة بتاعة العريس. معروف أن العروسة هي كل نفس فينا، الكنيسة كلها، والعريس هو شخص المسيح. بيقول كده في سفر النشيد الإصحاح الرابع: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. بقت مخصصة،
مفيش حد يستخدمها تاني. أختي العروس دي كل نفس فينا، المسيح بيقول علينا كده أختي العروس، بقينا مخصصين لي، وعشان نبقى مخصصين لي حيلبسنا ثيابه المر والميعة والسليخة. عشان كده يقول نردين كركم قطب الذريرة إرفة اللي هي السليخة مع كل عود اللبان اللي هو الميعة، مر وعود مع كل أنفس الأطياب. إذا كان المسيح جسده ده هو موضع حضور الله مع البشر زي خيمة الاجتماع، فالمسيح ادانا اللي اتحط على جسده علشان يبقى كل نفس فينا موضع لحضور ربنا. ربنا يجي يسكن فينا، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. عشان كده بقينا مخصصين لي كل من دهن بالميرون، فعشان كده ما ينفعش حد فينا يستهتر أو يتهاون أو يتساهل أو يهمل المعنى ده هو. فاحنا كده جايين النهاردة عشان نقول له يا رب انت ادهنت بالحاجات دي وبقت ثيابك واديتها لنا، عشان كده ساعدنا يا رب ان احنا نكون ليك، نحافظ على نفسينا ان احنا نكون مقدسين ليك. ويلمح ايضا سليمان في سفر نشيد الأناشيد تلك اللمحة الجميلة عن إيه الصليب وإيه معناه. فبيقول الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. ملك سليمان ده رمز للمسيح، والمسيح عمل لنفسه تخت. تخت يعني عرش أو كنبة أو كرسي كبير، عمله من خشب أرز لبنان، والصليب ده هو خشب أرز لبنان. احنا ساعات كتيرة بنفتكر ان الرومان هم اللي عملوا الصليب للمسيح أو اليهود هم اللي عملوه، لكن في واقع الأمر المسيح هو اللي صنع لنفسه هذا الصليب. ده هو جه مخصوص عشان يعمل الصليب ده لنفسه. فصنع لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة. العمود أو الرجلين بتاعة التخت أو العرش بتاعه ده من الفضة، والفضة تملي إشارة إلى الفداء. عشان كده الله جالس على الفداء اللي صنعه للبشرية. وروافده ذهبا، المساند بتاعته من ذهب، والذهب تملي إشارة للحب الذي لا يتغير. فربنا مستند، بيسند إيديه الاتنين على حبه الذي لا يتغير تجاه البشرية. ومقعده إرجوانا، الشلتة بتاعته من الإرجوان. الإرجوان ده اللي هو لون الأحمر، لون الدم، اللي احنا كلنا بنقول المسيح تعب من سفك دمه، لكن في واقع الحال المسيح ارتاح. دي الشلتة بتاعته اللي بيقعد عليها، انه يقدم نفسه ويبذل ذاته من أجل الآخرين، من أجل كل العالم. وسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. وإحنا بنات أورشليم، هو عمل هذا العرش ومستني محبة بنات أورشليم.
بس عشان بنات أورشليم تقدر تحب تحبه يقول لها كده أخرجنا يا بنات صهيون. بيقول لنا نفس الكلمة، اطلعوا بقى من اللي انتوا فيه شوية من النعسان والكسل والتعب والسرحان والتوهان والغل والغيظ والنجاسة والشهوة اللي احنا فيها، خرجوا، نخرج من اللي احنا فيه. أخرجنا يا بنات صهيون، نخرج نعمل ايه؟ عشان ننظر، انظرنا الملك سليمان. تعالوا كلنا نشوف الملك سليمان. ملك سليمان ده اللي هو المسيح. طب نشوف فيه ايه؟ يقول عشان تشوفوا حاجة مهمة جدا، انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. ما هذا التاج إلا تاج الشوك، تاج الشوك اللي طلع نتيجة لعنة الأرض بسبب خطيتي وخطيتك. وأمه دي البشرية كلها، البشرية كلها توجت الملك سليمان، توجت المسيح بإكليل الشوك. مين اللي يقدر وإحنا بنصلي وإحنا بنقول المزمور يشوف الملك سليمان والتاج الذي توجته به أمه كل البشرية؟ اللي يقدر يشوف هذا التاج ويشوف لعنة خطيتي في رأس المسيح هو اللي قلبه ينفتح بالحب لهذا الملك. بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه، ويوم عرسه ده هو يوم الصليب، يوم فرح المسيح هو الصليب. احنا يبدو أمنا أنه كان يوم حزن، لكن في واقع الأمر هو ده يوم عرسه، يوم اللي جه دفع فيه المهر لكل نفس فينا عشان يتحد بيها. هي دي فرحته، أن احنا نقبل ألامه من أجلنا وأن احنا نعيشها ونتمتع بيها. وفي يوم فرح قلبه، مين اللي يفرح قلب هذا المصلوب ويقول له أنا قبلت وصدقت وعشت هذا الحب عشان كده أشكرك عليه؟ فرح قلبه مش بشوية الحاجات اللي بنعملها، قدينا جينا وقعدنا وجبنا شوية ورد وحندفع معرفش إيه وحنقضي وقت لطيف مع، لا مش ده فرح قلبه. فرح قلبه هي إن كل نفس تدرك أنه دفع هذا من أجلي ومن أجلك. لربنا المجد دائما أبديا، أمين.